أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج المنصة، والتي يسعدني أن أستضيف فيها الأستاذ برهان شعبان، وهو الباحث في العلاقات الدولية ومن مصر، وعبر خدمة سكايب معنا الدكتور محمد سيد أحمد، وهو الباحث أيضا في العلاقات الدولية. أهلا ومرحبا بكم. أهلا وسهلا. أهلا أهلا. فاصل ونبدأ الحوار. أهلا بكم من جديد أستاذ برهان وأيضا دكتور محمد. الملفات كثيرة ويبدو أنها معقدة وتتسارع بوتيرة يعني متصاعدة وسريعة. أيضا نبدأ من آخر خبر، وهو حدث، هو مقتل بريغوجين البارحة. يعني بالنسبة لتداعياته ما رح نقرأه نحن بتفاصيله، لكن ماذا تقرأ في هذا الحدث أستاذ برهان؟ وأين لكم تضعه؟ نعم، تحياتي لكم، تحياتي أيضا للدكتور محمد الصديق الغالي والعروبي الذي نفتخر بآرائه، وهو قامي سياسي وقامي عروبي وقامي فكري نعتز بها. طبعا كما ذكرت الملفات ضاغطة ونحن في عصر السرعة، يعني حتى على ذلك نعم حتى على مستوى الصراعات القائمة والأحداث السياسية أو العسكرية، نعم هي في تسارع كبير وضاغطة جدا. وما حدث لمقتل مالك شركة فاغنر، وعندما نقول مقتل أي أن هناك جهة معينة قامت بارتكاب ذلك. وتاريخ المخابرات الغربية، تاريخ مخابرات الناتو مليء الحقيقة، يعني أنا لا أتهم أحدا ولا أملك معلومات أصلا عن الجهة، ربما حادث طبيعي، لكن بتقديرك ربما، لكن تاريخ المخابرات الأمريكي، تاريخ المخابرات البريطاني هو تاريخ اغتيالات وتاريخ يعني مليء الحقيقة بالإرهاب على المستوى العالمي. لا داعي لذكر يعني أدلة على ذلك. صحيح. عانينا وما زلنا نعاني منه، من هذا السلوك الإرهابي لهذه المخابرات الأمريكية ولأجهزة المخابرات الأوروبية على مدى عشرات السنين الحقيقة. يعني أيضا هذا الحدث لا يخرج على الإطلاق من وجهة نظري عما حدث وما زال يحدث في أو من صراع فيما بين روسيا الاتحادية وفيما بين الناتو على الأرض الأوكرانية. الحقيقة هذا الصراع بدأ يأخذ أبعاد متعددة وخطيرة وعميقة. يعني لم يعد الصراع القائم فيما بين روسيا وأوكرانيا أو فيما بين روسيا والناتو عبر الأراضي الأوكرانية وعبر زيلينسكي وزمرتي على الإطلاق، يعني تمدد الصراع، نعم لم يعد بعدا عسكريا أو مجرد عملية عسكرية تقوم بها القوات الروسية لتحرير أو لاستعادة بعض الأراضي التي كانت تاريخيا هي لروسيا، إنما هو متعددة المستويات. نعم، هو والأدوات، هو في مضمونه في جوهره صراع على شكل وبنية النظام الدولي الجديد الذي بدأ يتبلور، خاصة انطلاقا من منطقة الشرق الأوسط، وتم تتويجه نسبيا في قمة البريكس في 22 الشهر الجاري في جوهانسبورغ. يعني حضرتك بإجابتك فتحت ملفات كثيرة. نعم، ونحن يعني قلنا أنه الملفات هكذا أضع نعم هكذا أضع الحدث الذي تحدثنا به وهو مقتل مالك شركة فاغنر. نعم، يعني كمان بيهمني أني أسمع رأي الدكتور محمد، خاصة أنه في آراء كثيرة وعلى رأسها رأي المحلل المعروف ألكسندر نازاروف، يقول أنه يضع هذا الحدث في إطار رسالة أمريكية إلى الرئيس بوتين بأننا نحن قادرون أن نصل إلى محيطك الشخصي، بمعنى نحن نتبعك. يعني طبعا في البداية برحب بكل أهالينا في الإقليم الشمالي، وبرحب بضيفك الكريم يعني الصديق الغالي دكتور برهان،
طبعا سعيد بتواجدي معكم على يعني في هذا اللقاء على برنامج المنصة. طبعا يعني زي ما قال الدكتور برهان، الأحداث متسارعة، وهذه الأحداث المتسارعة كمان متشابكة، لا نعم يمكن فصل حدث عن حدث. نعم يعني بالفعل يعني الرسالة واضحة من المخابرات الأمريكية انه بالفعل قادرين على الوصول الى ابعد مدى فيما يتعلق حتى بالامن الشخصي للرئيس بوتين. لكن هل هذا يمكن ان يوقف يعني التقدم فيما يتعلق ب يعني دور روسيا على المستوى الاقليمي والدولي وما تقوم به روسيا الان؟ اعتقد انه مهم للغاية. يعني الضربات يعني متبادلة، والصراع يبدو أنها حرب باردة جديدة في ظل بالفعل تشكل لخريطة دولية جديدة متعددة الأقطاب. هذه الخريطة لم تعد يعني في طور التكوين والتشكيل. أعتقد بما حدث أمس في أو أول أمس في بريكس، وأمس بإعلان انضمام 5 دول جديدة، دول مهمة جدا في يعني المنطقة والعالم. لما يبقى في انضمام لإيران، انضمام لمصر، انضمام للمملكة العربية السعودية، للإمارات، لإثيوبيا، أنا أعتقد أن هذه أيضا ضربة، خاصة أن 20 دولة أعلنت رغبتها في الانضمام إلى بريكس. ونعلم جيدا أن بريكس هي مجموعة الاقتصاديات الناشئة التي تشكل كانت من 5 دول رئيسية بتضم روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا. وهذه الدول استطاعت خلال السنوات الماضية وخاصة العقد الأخير أن، وخاصة في ظل الأزمة المالية العالمية والأزمة الاقتصادية العالمية، أنها تصمد وتحقق نجاحات في مواجهة النظام ذو القطب الاوحد اللي هو النظام العالمي الرأسمالي العالمي الذي كانت تقوده منفردة الولايات المتحدة الأمريكية لمدة 3 عقود كاملة. انا اعتقد انه الصراع الان اصبح صراع مفتوح، وزي ما قال الدكتور برهان فيما يخص يعني العملية العسكرية في اوكرانيا لم تعد كما كان يرغب الرئيس بوتين ان تكون عملية عسكرية خاطفة كما قال في بداية العملية. العملية تحولت إلى حرب بالوكالة تخوضها أوكرانيا، لكن الحقيقة أن المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو، وأعتقد أنه النجاحات التي تحققت يعني لهذا الحلف، حلف روسيا والصين ومجموعة الدول البريكس، أصبحت كبيرة. وأعتقد أنه النظام الجديد بالفعل أصبح الآن نظاما يعني ذو أقدام شبه ثابتة نعم. متعدد الأقطاب، وكل محاولات الولايات المتحدة الأمريكية لعرقلة ولادة هذا النظام العالمي الجديد لن تفلح، وكل محاولاتها حتى لتهديد الشخصي عبر يعني هذا الاغتيال الذي تم بالأمس يعني لا يمكن بأي حال من الأحوال أنه يعني يحقق شيء فيما يخص يعني روسيا و او مسار او يعني مسار روسيا او مسار لا يمكن ان يؤثر على المسار الروسي العسكري او السياسي او هذا الصعود الروسي. طيب انتقل معك استاذ برهان من مما تفضل به الدكتور محمد بالنسبه لمجموعه البريكس. يعني الان مجموعه البريكس 60 دوله اجتمعت، 20 منظمه دوليه، زائد تقدمت 40 دوله للانضمام. عمليا كل هذه الدول بتمثل 60% من سكان العالم و23% من الناتج المحلي. هل نستطيع ان نقول ان مجموعه البريكس بشكلها الحالي رغم التناقضات يعني اللي موجوده فيها فعلا حددت انه اسقاط الهيمنه الامريكيه وحددت انه لا قطبيه امريكيه في العالم؟ مجموعة البريكس على وجه التحديد هي خطوة في طريق إسقاط القطبية الأحادية والهيمنة الأمريكية، ولم تسقطها حتى الآن، إنما هي خطوة تضاف إلى خطوات سابقة الحقيقة يعني في سبيل إنشاء نظام عالمي متعدد الأقطاب ومتعدد المرجعيات. ولن تبقى الولايات المتحدة الأمريكية هي القطب الأوحد وهي المهيمنة على القرار الدولي، حتى المهيمنة على المنظمات الدولية، يعني سواء كان مجلس الأمن الدولي
أو حتى الجمعية العمومية، حتى صندوق النقد الدولي الذي تستخدمه الولايات المتحدة الأمريكية الحقيقة يعني سلاحا فتاكا في وجه الدول النامية والدول التي تسعى إلى يعني تحقيق التنمية المستدامة، تستخدمه سلاح فتاك بكل معنى الكلمة من خلال الشروط التعجيزية التي تضعها في حال طلبت هذه الدولة أو تلك قرضا من صندوق النقد الدولي. كما ذكرت يعني موضوع البريكس، موضوع دول البريكس وخاصة اللقاء الأخير أو الاجتماع الأخير الذي كان في جوهانسبورغ في 22 الشهر الجاري، لنقرأ العنوان تحت أي عنوان تحت أي صورة تم هذا الاجتماع: بريكس وأفريقيا. يعني هذا العنوان لا حاله يستطيع أن يعطي إجابات عن كل الأسئلة المطروحة وغير المطروحة أيضا، خاصة مع تحول القارة الأفريقية. هذا مؤشر آخر، خاصة كما ذكرت مع تحول ومع الأحداث المتسارعة التي تحدث في القارة الأفريقية، وكان آخرها وليس آخرها ما حدث في النيجر. إذن العالم، نعم العالم بدأ يعني ينفض عن كاهله الظلم الأمريكي والهيمنة الأمريكية، وبدأ يعمل على أن يكون قادرا على العمل وقادرا على التعاون وقادرا على نشر ثقافة السلام. كما ذكرت يعني 60% من سكان العالم تضمها دول بريكس، 23% حجم الناتج لهذه الدول المنضوية، 60 دولة عفوا 40 دولة أبدت رغبتها في الانضمام، 23 دولة قدمت بشكل رسمي، 60 دولة حاضرة، زاد 20 منظمة دولية. حضور الرئيس الإيراني، وإيران معروفة أنها دولة إقليمية وازنة سواء كان في المجال الاقتصادي أم حتى الجيوسياسي، من خلال موقع إيران ووضع إيران في المنطقة وفي قلب غرب آسيا. لكن حتى الآن معلش بدي حيل هاي الفكرة للدكتور محمد، حتى الآن يعني مجموعة البريكس لم تتخذ خطوات واضحة سواء كانت اقتصادية باعتبارها بتقدم حالة اقتصادية أو سياسية، لكن يقال أن مجموعة البريكس هي فكرة أو مقياس لقياس ابتعاد الدول عن أمريكا. هذا الانضواء تحت هذه المجموعة، لواء هذا المجموعة، هو مقياس لابتعاد دول العالم عن الدولار وعن أمريكا تحديدا، فبالتالي هذا يخيف أمريكا، يعني هي قياس نفسي سياسي للدول. بالطبع يعني خلينا نؤكد على انه مجموعة دول البريكس ستشكل خطر داهم على الهيمنة الامريكية والاحادية القطبية وكل الدول التي طلبت الانضمام الى بريكس، يعني بما لا يدع مجال للشك انها تبعد عن الهيمنة الامريكية، خاصة ان هناك دول كانت تطوف الفلك الامريكي. يعني لماذا لا نقول ان مصر والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا والإمارات، هذه الدول التي انضمت فعليا إلى بريكس ورسميا إلى بريكس، هذه الدول كانت تدور في الفلك الأمريكي، يعني على عكس طبعا إيران. الأربع دول الأخرى كانت تدور في الفلك الأمريكي وتطبق يعني سياسات اقتصادية داخل دولها وفقا للنموذج الذي رسمته الولايات المتحدة الأمريكية عبر صندوق النقد الدولي، وخضعت لشروط هذا الصندوق. ونعلم جيدا انه كل محاولات الاصلاح الاقتصادي وفقا لشروط صندوق النقد الدولي لم تنجح حتى مع مصر، خلينا نتكلم على ما اعلمه جيدا، لم تنجح مع مصر على مدار ما يقرب من 30 عاما. للاسف الشديد كل محاولات الاصلاح الاقتصادي منذ مطلع تسعينيات القرن العشرين وحتى اللحظة لم تحقق ما يأمله المصريين من تنمية حقيقية، وبالتالي أنا بشوف أنه بالفعل الانضمام إلى بريكس يعني الابتعاد عن الولايات المتحدة الأمريكية ومجموعة دول البريكس، إحنا شايفين أنها بالفعل يعني تبحث فكرة التعامل بالعملات المحلية أولا، ثم التعامل أو محاولة
توليد عملة جديدة أو إنشاء ويعني إصدار عملة جديدة وهي عملة البريكس. أنا أعتقد أن هذه العملة ستهدد الدولار، ويعني أنا بأؤكد لك أنه بمجرد إعلان انضمام يعني مصر لمجموعة دول البريكس حدث يعني انخفاض واضح وبارز في سوق الدولار في يعني السوق المصرية. أنا بأؤكد لحضرتك أنه بالفعل يعني في مؤشرات واضحة على أنه مجموعة دول البريكس ستكون يعني مجموعة تقف للعمل ضد السياسات الأمريكية وستحقق بالفعل، والانخراط فيها والانضمام إليها ومطالبات الانضمام إليها يعني أن الدول العالم خاصة دول الجنوب والدول الفقيرة كانت طواقة إلى نظام عالمي جديد فيه توازن، وهناك يعني يكون هناك قوة أخرى يعني تحتمي بها بعيدا عن الأمريكي الذي يهيمن ويسيطر ويفرض إتاوة على هذه الدول ويستنزف ثروات هذه الدول. نعم. فأنا أعتقد أنه هذا الـ يعني الانضمام الكبير ومحاولات الانضمام إلى بريكس يعني أن بريكس بالفعل ستكون منظمة لها ثقل في مواجهة الاقتصاد الآخر أو الاقتصاد السبعة الكبار، وخاصة اقتصاديات الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. ويعني حلف الناتو التي تقود الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. وبالتالي أيضا كما قلنا هي مقياس، مجموعة بريكس هي مقياس للانتقال، للرغبة إلى الانتقال للعالم الجديد. والآن بدورنا ننتقل إلى الملف الساخن وهو الشرق السوري. أستاذ برهان، يبدو أن هناك محاولات أمريكية لإعادة الأوضاع في سوريا إلى المربع الأول من البوابة الشرقية وتحديدا البوكمال. قبل أن أجيب على السؤال أود أن أضيف إلى مسألة البريكس ودول البريكس ومنظمة البريكس، هي ليست مقياس بمعنى مقياس، هي أصبحت واقعا فعليا وحقيقيا مؤثرا، وستظهر نتائج دول البريكس على الاقتصاد العالمي وعلى الهيمنة الأمريكية قريبي وقريبي. لأنه نحن كيف نحن بس لا مشان فقط هاي الناحية، إذا حابين ندخل فيها. الرئيس الصيني سبق وقال بالحرف أن الهدف الأساسي من تشكيل منظمة البريكس هو دعم الدول النامية واقتصاديات الدول النامية وتحقيق التنمية المستدامة، يضاف إلى ذلك إرساء وتعميق السلام العالمي. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أن معظم الحروب التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية أو تعمل على إشعالها على دول البريكس أن تعمل على إخماد هذه وأطفاء هذه الحروب، وبالتالي إرساء السلام فيما بين كل دول العالم. هذا هو الهدف الأساسي. يضاف إلى ذلك أن منظمة البريكس تعمل على إنشاء صندوق بديل لصندوق النقد الدولي، وبالتالي طبعا بعيد كل البعد عن الشروط المشحفة التي تضعها الولايات المتحدة الأمريكية على الدول التي تريد أن تقترض من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي. بس نحن كمان بنشوف انه في دول يعني رح تنضوي او انضوت هي حليفه للولايات المتحده الامريكيه، يعني هون بيشبهوا هون بهالحال، بيشبهوا بهالحال انه بايعاز امريكي ل يعني افشال. لا لا نحن ما بنقصد مصر يا دكتور محمد، لا لا، بس انه قد تكون يعني انه كحلفاء لامريكا ضمن هذه المجموعه يفترض ان يكون هناك قراءه اخرى، لان في عندك مجموعة دول تحتمل التناقضات ضمن هذه المجموعة. على سبيل المثال المملكة العربية السعودية وهي أيضا دولة إقليمية وازنة، الإمارات العربية المتحدة ترى في دول البريكس أيضا سوقا لنفطها ولثرواتها، وبالتالي هي أيضا لديها برنامج سياسي، لديها برنامج اقتصادي، لديها رؤى ورؤية أيضا للمستقبل، وخاصة أن الأمير محمد بن سلمان لديه رؤية للسعودية لعام 2030. كل ذلك له دور أيضا في ممكن يخدم المشاريع العربية السعودية. الانضمام إلى دول البريكس أو منظمة البريكس.
وخاصة إذا قلنا أنه مجموعة البريكس دكتور محمد يعني تسعى للحفاظ على سيادة الدول المنضوية فيها، على عكس يعني المنطق الأمريكي. يعني أنا طبعا بأيد كلام خان، لأنه بالفعل يعني مجموعة دول بريكس يعني بتسعى إلى أنها تحدث شراكات، والصندوق الذي ستسعى لإنشاؤه هو صندوق لمساعدة الدول على تنمية يعني مستدامة وتنمية مستقلة، بمعنى أنها يعني بعيدة كل البعد عن الاستنزاف والنهب ثروات الشعوب أو استغلال ثروات الشعوب أو فرض الشروط على هذه الشعوب زي ما بتعمل صندوق النقد الدولي. أنا أعتقد أنها سياسة مغيرة. طبعا فيما يخص الطرح يعني السيء أو الطرح يعني المتآمر الذي يرى فيه أنه بعض الدول الحليفة للولايات المتحدة الأمريكية مثل المملكة العربية السعودية والإمارات بشكل محدد يمكن أن تكون قد دخلت إلى بريكس لتفخيخه، طب لماذا دخلت الولايات المتحدة المملكة العربية السعودية؟ لماذا أعادت علاقتها ب يعني إيران؟ ولماذا عقدت اتفاقية مع إيران؟ ولماذا يعني أيدت عودة سوريا عبر للجامعة العربية عبر يعني مؤتمر جدة؟ أنا أعتقد إنه المسألة الآن الولايات المملكة العربية السعودية والإمارات يعيدوا بعد التحولات الكبرى التي حدثت في العالم يعيدوا مواقفهم ويبحثوا عن مصالحهم فيما يتعلق بالأمريكي، ويريدون أن يخرجوا من الفلك الأمريكي وتكون التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية على أرضية المصلحة، وبالتالي هم يجدون أو وجدوا أن العالم يتغير، وبالتالي بحثوا عن مصالحهم في الانضمام إلى الدول الأخرى التي ستشكل أقطاب جديدة في العالم. فاستجابت لدعوة الصين لعقد مصالحة مع إيران، واستجابت لدعوة روسيا للانضمام إلى بريكس والتعاون معها في هذا الشأن. أنا أعتقد أن المسألة بعيدة تماما عن الإملاءات الأمريكية. لا يمكن أن يكون الانضمام يعني من أجل تفخيخ هذه المنظمة وإفشال عملها. أعتقد أن هذا سيكون صعب جدا، لا يمكن قبوله حتى على المستوى التحليل السياسي، يعني بعيدا تماما عن المنطق. يعني مزبوط، هذا بالنسبة للتموضع العالمي للدول، إعادة التموضع العالمي بناء على هذه المتغيرات العالمية. بالنسبة للإقليم وتحديدا في سوريا، أيضا هناك تموضعات عسكرية جديدة وخاصة في الشرق السوري أستاذ برهان. يعني هذه التطورات أو التحولات العسكرية، خلينا نسميها تطورات، يعني قرأت على أنها محاولة أمريكية لإعادة الساحة السورية إلى الصفر، وهي محاولات خطيرة بالنسبة للشمال وشرق سوريا وصولا إلى الجنوب. إلى التام. قبل أن أجيب بشكل مباشر على السؤال، أود أن أذكر بحقيقتين أساسيتين. الحقيقة الأولى أن الولايات المتحدة الأمريكية التي خططت وقادت الحرب الإرهابية على سوريا دخلت إلى سوريا تحت عنوان أو تحت إطار تحالف دولي بهدف كما تدعي محاربة نفاقا وكذبا، بهدف محاربة الإرهاب وتحديدا محاربة تنظيم داعش. والحقيقة أن هذه القوات التي دخلت هي قوات احتلال بالقانون الدولي، وحاربت كل شيء في المناطق التي احتلتها إلا تنظيم داعش. حاربت الأرض والإنسان والحضارة والتاريخ والنفط وجوعت. نعم، ولكنها لم تحارب ولن تحارب داعش، لأن داعش صناعة أمريكية. الحقيقة الثانية أن ترامب أعلن أنه هزم داعش في سوريا، وأعلن عام 2018 على سحب القوات الأمريكية المحتلة من الشرق والشمال السوري. لكن ماذا فعل الأمريكي؟ أوجد ذريعة أخرى بأن خطر داعش ما زال قائما، وبالتالي طالما أن خطر داعش ما زال قائما إذن لابد من استمرار
تواجد القوات الأمريكية وفي الشرق السوري كقوات احتلال بهدف الحد من خطر داعش، وهذا الكلام أيضا نفاقا وكذبا. الولايات المتحدة الأمريكية في يعني لديها خطة جديدة متجددة للشمال والشرق السوري. الحقيقة يعني هي فصل الشرق السوري، فصل الشرق السوري خاصة شرق الفرات، وبعد ذلك القيام بعمليات إرهابية عبر من منطقة التنف التي تتواجد فيها قاعدة عسكرية أمريكية، وأيضا يتواجد فيها ما يسمى بمغاوير الثورة أو يعني جيش سوريا الحرة، آخر شيء أطلقوا عليه وهو تنظيم إرهابي يعمل بالإمارة الأمريكي، ثم يقومون بالوصل فيما بين التنف وشرق الفرات، وبالتالي يعزلون المنطقة في المرحلة اللاحقة. القطع يعني نعم فيما بين العراق وسوريا. نعم في المرحلة اللاحقة الانتقال أو الانطلاق من التنف ثم بادية الشام، ريف درعا، ريف السويداء، وبالتالي تشكيل قوس أمريكي بهدف محاصرة القوات السورية وحلفائها. هذا هو المخطط بكل بساطة يعني. لكن ومن أجل تنفيذ ذلك ماذا فعلت الولايات المتحدة الأمريكية؟ قامت باستخدام عشرات الآليات والمدرعات، وزودت حتى عملائها يعني سواء من قسد أو غيرها من التنظيمات الإرهابية، زودتهم بأسلحة، وأيضا أتت بأساطيلها إلى البحر الأبيض المتوسط وبما فيها حامض الطائرات الأمريكية جورج دبليو بوش. كل ذلك من أجل تنفيذ هذه الخطة، لكن لا أعتقد بأنها قادرة على التنفيذ. فالجيش العربي السوري وحلفاء الجيش العربي السوري لهم دائما وأبدا في المرصاد من أجل إسقاط أي محاولة. طيب. ورغم الحشد الكبير يعني أكثر من 1700 آلية اليوم، أكثر من 3000 جندي أمريكي موجود في شرق الفرات. يعني أنا سألت بحلقات سابقة يعني خبراء عسكريين دكتور محمد، أنه هل هذا التحشيد العسكري يرتقي لمستوى حرب أمريكي في المنطقة، خاصة يعني أمام السوري ودول يعني المحور؟ هل يرتقي لمستوى حرب؟ الجميع أجمع لا يرتقي لمستوى حرب. لكن السؤال الآن يعني هناك محاولة أمريكية للسيطرة، ولو دخلنا نحن بالعسكري لكن دائما القراءة السياسية، لو مثلا في هناك محاولة للسيطرة على مدينة البوكمان لفصل العراق عن سوريا، فبالتالي يعني هذا مخطط جدا خطير. والبوكمال يعني كان عندنا تجربة بال 2017 تحديدا وتم تحريره. الآن إذا بدنا نعمل مقارنة فيما بين الواقع السوري، الأدوات السورية، أوراق القوة لدول المحور مقابل أوراق القوة لأمريكا ودول التحالف تحديدا في نقطة البوكمال، لمن تميل الكفة دكتور محمد؟ يعني خلينا سياسيا مع التطورات. لا يعني طبعا فيما يتعلق بالسيطرة على المستوى السياسي، طبعا يعني الوضع في كل يعني في كل أوضاعه يؤكد على انه يعني دول سوريا ودول التعاون معها والحلفاء هم الأقوى. يعني أي تدخل ومحاولات التجيش التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية الآن هي ورقة للضغط فقط من أجل التفاوض، أو من أجل أن تكون بالفعل موجودة على طاولة مفاوضات، لأنها تعلم جيدا أنها خسرت الكثير على الأرض. الولايات المتحدة الأمريكية التي فشلت مع دول التحالف على مدار سنوات الأزمة 12 عاما أن يعني تتدخل عسكريا في سوريا، هل يمكنها الآن بعد تراجعها على المستوى الدولي وبعد هزيمتها وهزيمة يعني مشروعها على الأرض عبر الجماعات التكفيرية والإرهابية التي في يوم من الأيام يعني كانت تسيطر على جزء كبير من الجغرافيا العربية السورية، هل بعد أن استطاع الجيش العربي السوري وحلفاء تكثيف منابع الإرهاب على غالبية الأرض العربية السورية وانحصار فقط يعني هذه الجماعات التكفيرية والإرهابية مع القوات الأمريكية والتركية في
يعني شمال شرق سوريا، هل هناك إمكانية للولايات المتحدة الأمريكية أن يعني تحقق نجاحات أو تتدخل عسكريا؟ أنا بؤكد أنه التدخل العسكري المباشر أو حدوث حرب ومواجهة عسكرية مباشرة شبه مستحيل، أو تقريبا نقدر نقول أنه مستحيل، لكن ما يتم الآن هو تموضع جديد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، محاولة لإحياء تنظيم داعش الذي بالفعل مات فعليا على الأرض، لكن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تنفخ يعني فيه مرة أخرى لكي يعود من جديد، ليس فقط على يعني هذه البقعة التي نشأ فيها ما بين الحدود السورية والحدود العراقية، لكن أن يتواجد في أماكن أخرى من العالم. هو موجود في إفريقيا وينشط الآن في إفريقيا، موجود في النيجر أو ما بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو، في تلك المنطقة المشتعلة الآن، يحاول الأمريكي أن يوجد هذا التنظيم. وأنا بالأمس كاتب مقال منشور في يعني العديد من المواقع العربية والغربية، هذا المقال بعنوان الولايات المتحدة الأمريكية أو أمريكا يعني الراعي الأول للإرهاب في العالم، هي التي تصنع هذه التنظيمات وهي التي ترعى داعش. فوجود يعني داعش الآن في شمال شرق سوريا، أنا أعتقد أنه بدعم أمريكي، قوات التحالف التي فشلت على مدار سنوات عديدة أنها توجه ولا ضربة واحدة لهذا التنظيم، بالعكس كانت تحمي هذا التنظيم من الضربات التي يعني تكال له من قبل الجيش العربي السوري والحلفاء. وبالتالي أنا بشوف أنه ما يحدث الآن هو محاولة أخيرة ويائسة من الولايات المتحدة الأمريكية كي تكون موجودة متواضعة على الأرض العربية السورية وما بين الحدود العراقية والحدود السورية، كي تقول كلمتها في يعني على طاولة المفاوضات خلال الفترة القادمة، لأنهم يعلموا أن هذا الملف أحد الملفات الساخنة الذي سيتحدث فيه حين يعني إن آجلا أو عاجلا روسيا والصين والحلفاء الذين يتعاملون مع المنطقة والذين لهم مصالح حقيقية في هذه المنطقة. أستاذ برهان، يعني بشكل أو بآخر هو أكد الدكتور محمد أنه أي تحرك عسكري هو للترويج وللترهيب ولرفع معنويات من تحت العباءة الميليشيات التي تقف تحت العباءة الأمريكية وتشجيع جماعات المناوئة للدولة طبعا. طيب بهذا الإطار خلينا نقرأ انعكاس التفاهمات الإقليمية في المنطقة وتحديدا السعودي الإيراني على أي نوايا عسكرية أمريكية. نعم، أنا أتفق مع الدكتور محمد بأن كل هذه الحشود وكل هذا الضغط هو ضغط سياسي لن يؤدي إلى حرب مباشرة وصدام عسكري، مع عدم يعني نفي ذلك قطعية. إن كل شيء وارد باعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية وبأكثر من تصريح روسي خرقت تفاهم منع التصادم في السماء السورية. صحيح. وكانت يعني حالات قريبة جدا من إمكانية الصدام المباشر عسكريا فيما بين طائرات روسية وطائرات أمريكية، نتيجة كما ذكرت خرق الولايات المتحدة الأمريكية للتفاهم فيما بين الدولتين حول منع التصادم، هذا أولا. لكن هل يمكن أن يكون ذلك سببا لحرب مباشرة على الأرض؟ لا أعتقد ذلك، أنا أستبعد ذلك، كما أستبعد أن تتحول فيما لو حدثت إلى حرب إقليمية، لأن الكل خاسر قولا واحدا ولا يستطيع أحد أن يحقق أي نتيجة أو هدف من هذه الحرب. إذا كانت هناك حرب علينا نحن في سوريا، علي على الجيش العربي السوري أن يحرر يعني كل الأراضي التي يحتلها سواء الأمريكي ولا التركي. وطبعا الجيش العربي السوري الذي استطاع كما ذكر الدكتور محمد أن يهزم كل التنظيمات الإرهابية وداعمي التنظيمات الإرهابية هو ليس عاجزا على الإطلاق، إنما هناك اليوم
محاولات شعبية من أجل المقاومة الشعبية، من أجل استهداف القوات الأمريكية، ومن أجل أيضا تحرير آبار النفط وتحرير آبار الغاز. لأن يعني من ينظر إلى خريطة توزع القواعد الأمريكية يعرف تماما ما هو الهدف الأساسي من دخول الولايات المتحدة الأمريكية واحتلالها الأراضي السورية. يعني كل هذا آبار النفط بالضبط، الحضور الأمريكي في مناطق النفط يتسق تماما مع قانون قيصر تماماً. وبالتالي أحد أهداف قانون قيصر هو تجويع الشعب السوري دكتور محمد. ويبدو أمريكا تعتقد أن الآن قد أتت أكلها نتائج قيصر، فيما نعرف أن الشعب السوري يتمتع بوعي كامل سياسيا أن من يقف وراء تجويع الشعب السوري أو محاولات تجويع الشعب السوري هو من يقبض على ثرواته في الشمال الشرقي، ويبدو أن قسد وضعت نفسها في مرمى غضب الشعب السوري. أعتقد طبعا ده صحيح تماما. الولايات المتحدة الأمريكية حين فشلت أدواتها الإرهابية على الأرض ووجدت أن المشروع التكفيري يعني ينهزم أمام بسالة الجيش العربي السوري والحلفاء، أعتقد أنه قرروا أنه يعني يخوضوا حرب جديدة، وهي حرب اقتصادية عبر حصار اقتصادي، عقوبات عبر قيصر. أنا أعتقد أنه الشعب العربي السوري يعني بالفعل يتمتع بوعي كبير، ويعلم جيدا أن قوى العدوان وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تقوم بتجويع العربي الشعب العربي السوري، وشفنا ده من خلال الممارسات الفعلية حين فشلت الجماعات التكفيرية الإرهابية. اضطرت القوات الأمريكية أن تدخل الأصيل بقى، يعني احنا كنا نتحدث عن وكيل يقوم بالعمل عبر سنوات الأزمة، وكنا بنقول يعني العدو الحقيقي هو الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية تنكر هذا، وجاءت يعني في 2014 على رأس يعني مجموعة كبيرة من الدول لكي تحرر أو تنقذ سوريا من الإرهاب، لكنها كانت بالفعل جاءت بهذا التحالف لكي يعني تحتل الأرض العربية السورية، وحين فشلت التنظيمات الإرهابية وتراجعت تقدمت القوات الأمريكية وسيطرت بالفعل على يعني جزء كبير أو الجزء الأهم في الاقتصاد الوطني السوري، وهو هذه المنطقة الغنية بالنفط والغاز والغنية ب يعني كمان الموارد الزراعية. يعني تخيلي مثلا كيف يعني منطقة غنية بزراعة القمح التي كانت تصدره سوريا قبل الأزمة لأربع دول عربية ومنهم مصر. يعني مصر نفسها كانت تستورد القمح من سوريا العربية. اليوم الشعب العربي السوري يتم تجويعه بواسطة السيطرة على هذه المنطقة الهامة جدا، وطبعا محاولة يعني قصد انها تبقى يعني عميلة للمشروع الامريكي في وهم كبير تعيشه هذه المجموعة او هذه القوات الانفصالية والخارجين القوات الانفصالية، انها تعتقد انها يمكن ان تشكل دولة منفصلة عن الدولة العربية السورية. هذا وهم كبير، وبالفعل بتضع هذه القوات نفسها في مواجهة الشعب العربي السوري. وعلى فكرة انا بأؤكد دايما على ما اكده الرئيس بشار الاسد في كل لقاءاتنا معه منذ بداية الأزمة، يعني مبكرا جدا في 2012 وفي 2013 الرئيس بشار الأسد كان يدرك أن المعركة ستطول، وكان يؤكد دائما معنى أن المعركة ذات شقين، الشق الأول هو الشق الميداني والعسكري، وأن الجيش العربي السوري لن يترك شبرا واحدا من الأرض العربية السورية محتلا، سواء من الجماعات التكفيرية الإرهابية أو القوات الغازية مثل القوات الأمريكية والتركية التي كانت لم يعني تحتل الأرض العربية السورية حين كان يحدثنا الرئيس بشار الأسد. وبالتالي كان يدرك إدراكا حقيقيا أن العدو الأمريكي وحلفائه
سيحتلوا بعض الأراضي العربية السورية، هذا جانب. أما الجانب الآخر من المواجهة وهي أن سوريا لن تطرق طاولة المفاوضات والحوار السياسي سواء بشكل مباشر أو عبر الحلفاء، وهذا ما يتم الآن. خلينا نؤكد على أنه الدولة العربية السورية تخوض المعركة على مستويين، على المستوى الميداني لم تطرق شبرا واحدا من الأرض العربية السورية محتلا، ولن تطرق طاولة المفاوضات، وستتفاوض حتى تحرر كامل التراب العربي السوري المحتل. ومنذ البداية أستاذ برهان، ولو سؤالنا الأخير، يعني وضعت سوريا الخطوط الحمراء هي الحدود السورية، والآن يتجدد هذا طبعا، وحررت البو كمان، نحن من هلأ باعتبارها هي محور الحديث ومحور التهديد الأمريكي، أنه البو كمال ضم إلى احتلالها من قبل الأمريكي. البو كمال تقول سوريا هي خط أحمر كما كانت بال2017، عادت بال2017، والآن هي مجموعة خطوط حمراء تحت البو كمال. فبالتالي الأدوات السورية مع دول محور المقاومة، عوامل القوة السياسية والعسكرية برأيك هي موجودة، خاصة عندما نقول طبعا هي موجودة، لكن كيف منقيسها مع 2017 بذروة خلينا نقول الضعف السيطرة الحكومية على تلك المناطق، حكومة سوريا على تلك المناطق؟ يعني عمليا معبر البو كمال القائم أو الحدود العراقية السورية من خلال هذا المعبر لا يمكن على الإطلاق، لا أعتقد على الإطلاق بأن الولايات المتحدة الأمريكية قادرة وستنجح في فصل أو وضع حاجز فيما بين سوريا والعراق على الإطلاق، لسببين أساسيين اثنين. السبب الأول هو أن الجيش العربي السوري والقيادة السورية، وكما ذكرت هذا خط أحمر لا يمكن على الإطلاق أن يتم. السبب الثاني وهو الأهم أنا من وجهة نظري هو المزاج الشعبي فيما بين الشعب العراقي والشعب السوري، ويعني نحن أشقاء، والقبائل العربية الموجودة في سواء في العراق أو في سوريا لن تقبل على الإطلاق بوضع حاجز فيما بين سوريا والعراق، رغم أن ذلك هو هدف من مجموعة أهداف للولايات المتحدة الأمريكية بين العراق فيما بين العراق وسوريا، ولاحقا فيما بين سوريا وإيران عبر العراق. هذا أيضا من ضمن الأهداف الكبرى التي تضعها الولايات المتحدة الأمريكية. لدينا من عوامل القوة الكثير، وأهم هذه العوامل كما ذكرت الجيش العربي السوري، الشعب العربي في سوريا والعراق، هذا من مصادر القوة الكبرى التي نعتز ونفتخر وقادرين على مواجهة كل الأخطار والتحديات دون استثناء. لكن أود أن أشير أيضا إلى أن على كل السوريين دون استثناء أن يشيروا إلى السبب الأساسي كما ذكر الدكتور محمد، الذي أدى إلى ما نحن عليه من الناحية الاقتصادية هو الإرهاب الاقتصادي والحصار الاقتصادي وسيطرة قوات الولايات المتحدة الأمريكية المحتلة على الغذاء السوري وعلى النفط السوري، وبالتالي حرمان الشعب السوري من ثرواته. السبب الأساسي والرئيسي لكل ما يعانيه اليوم الشعب العربي في سوريا يعود إلى الاحتلال الأمريكي وهذه الحرب التي ما زالت مشتعلة بفضل وبيد الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية وعملاء الولايات المتحدة الأمريكية، سواء كانت تنظيمات إرهابية أم حتى دول معينة، وأقصد بذلك الكيان الصهيوني الذي يقوم يوميا أو بشكل متكرر بإرادة أمريكي وبأوامر أمريكية وبموافقة أمريكية بالاعتداء على الأراضي السورية، كما ذكر الدكتور محمد عندما هزم الإرهاب وتنظيمات الإرهاب، يعني عندما هزم الوكلاء رأينا ماذا حدث. قامت الدول الأصيلة التي أو الأصلاء التي خططت للحرب بالتقدم، نعم، إلى دخلت واحتلت وما زالت تحتل أجزاء من أراضي الجمهورية العربية السورية، خاصة المحتل التركي الذي يمارس كل أشكال الإرهاب الحقيقة، يعني وأنا أقولها وعلى مسؤوليتي الشخصية، يمارس كل أشكال الإرهاب بحق مليون إنسان في مدينة الحسكة، يقطع عنهم المياه، وهذه جريمة ضد الإنسانية وجريمة موصوفة بالقانون الدولي وعلى مجلس الأمن، وبالأمس
مندوب سوريا الدائم الدكتور بسام صباغ ذكر أن على مجلس الأمن الدولي أن يقوم بمهمته التي وجد من أجلها، خاصة في المنطقة الشرقية والشمالية حيث تواجد المحتل الأمريكي والتركي وممارساتهم الإرهابية بحق أهلنا من قطع مياه. ما بنعرف نحن قد فينا نعول على هالمؤسسات يعني الدولية، وخاصة أن هي يعني مسروقة من الأمريكي ومهيمن عليها لا خلاف، لكن نحن مع القانون الدولي ونحن نؤمن بأن هذه المنظمات في النهاية لابد أن يكون هناك ضغط على الولايات المتحدة الأمريكية، ولا بد لمجموعة الدول بما فيها دول البريكس أن تعلي الصوت من أجل إنهاء هذه الحرب الظالمة على سوريا التي ما زالت مستمرة منذ عام 2011 حتى اليوم. طب يعني بنهاية هذا اللقاء يعني ما يهمنا التأكيد عليه هو أن مقارنة الوضع السوري أو الدولي، مقدرات الدولة السورية وإمكانيات الدولة السورية مع الحلفاء الآن بال 2023 هي أقوى مما كانت عليه سابقا بال 2017. فبالتالي العدوان مستمر وهو ذاته والمصدر ذاته، لكن التحالفات الآن تختلف. في عندنا التحالف السعودي أو عفوا التفاهم السعودي الإيراني أكيد له منعكسات على الملف السوري. أنا بنهاية هذه الحلقة بدي أتشكرك أستاذ برهان شعبان، شكرا لحضورك معنا. شكرا جزيلا. وأيضا بدي أتشكر الدكتور محمد سيد أحمد من مصر، ما بعرف إذا عم يسمعنا، يمكن ما عم يسمعنا لا نحن سامعينك منيح بس يمكن ما عم تسمعنا. بكل الأحوال يعني نحن انتهت حلقتنا، بدي أتشكر حضورك معنا سيد محمد، شكرا كثير لحضرتك. أما الشكر الأكبر فلكم أنتم مشاهدين، ألقاكم في حلقات مقبلة، إلى اللقاء.